ننتقل بقى كريم، خلينا نروح للكره الطايره للسيدات. أيوة. بالنادي الاهلي كان الخبر ده معانا تحديدا يوم الاحد انا وكريم، وكنا بنتمنى ان شاء الله ان الفريق بتاعنا يروح ويحقق يعني زي ما بيتقال النصر اللي احنا متوقعينه منه والمستحق. هو فعلا عايز اقول لحضراتكم يعني حقق الفوز على نظيره الفريق بتاعنا الفريق الجمارك النيجيري ده بثلاثه اشواط دون رد امبارح. ده كان ضمن طبعا الجوله الثانيه للمجموعه الرابعه من بطوله افريقيا للانديه المقامه في تونس زي ما حضراتكم اكيد عارفين. نجحت لاعبات الاهلي الحمد لله في تقديم مستوى مميز للغايه خلال المباراه. هنا بنتكلم يعني اداء ونتيجه، دي نقطه برضو تفرق كتير. حققوا الفوز خلال الاشواط الثلاثه كان بنتائج كبيره جدا. جاءت برضو لو نقول لحضراتكم بلغه الارقام النتائج بتاعه الاشواط تحديدا 25 14 25 7 25 11، بالتالي في فرق برضو كبير طبعا. ونقاط تدل يعني ان دلت على شيء فبتدل على اداء اكيد كان متميز على الارض. الفريق كمان افتتح مشواره في بطوله افريقيا للانديه بالفوز على فريق الوق الغاني، ده كان بثلاثه اشواط مقابل شوط واحد، ده كان اول امبارح. والمناسبه برضو خليني اقول لحضراتكم هيبقى في كده ماتش للاهلي امام فريق الانابيب الكيني، وبنفكركم كمان قرعه البطوله وضعت يعني فريق سيدات الطائره طائره الاهلي في المجموعه الرابعه جنب الفرق الجمارك النيجيري والانابيب الكيني والوق الغاني. فبنتمنى التوفيق طبعا لفريقنا، بس هم ماشيين دلوقتي في خطوات اكثر من رائعه حقيقي. خلينا نروح لكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي ونعرف منه برضو يعني التفاصيل والكواليس. يا كابتن حمدي صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا، منورين دايما يا رب. والله انتوا اللي منورينا ودايما بتسعدونا، ويمكن احنا كان معانا الخبر ده بدايه الاسبوع وقلنا احنا املنا كبير جدا في البطلات بتوعنا وكنا واثقين فيهم وقد كان زي ما احنا فعلا توقعنا، فانجاز كبير وراه كمان كواليس كتيره. خلينا نسمع منك يا كابتن حمدي اتفضل. الحقيقه احنا جينا هنا تونس وكل الفرقه طبعا كان عندها امل كبير ان شاء الله ان احنا ننافس على البطوله ونحافظ على اللقب بتاعنا. الاخر مره ما قدرناش نشترك في البطوله لظروف كورونا، فكان كل اللاعبات عاوزه تثبت ان احنا فعلا احسن فريق في افريقيا في كره الطايره السيدات. كان جايين بعد استعداد قوي، مجلس الاداره الحقيقه وفر لنا معسكر داخلي في القاهره برغم انتهاء الموسم، يعني كنا خلصنا الدوري وكاس، كان معظم الفرق تقريبا خلصت فمفيش فرق نلعب معاها، ولكن الحمد لله مجلس الاداره المعسكر ده فرق معانا جدا انه وفر لنا اجواء ان احنا نقدر نرفع معدل اللياقه الفنيه والبدنيه للفريق ونقدر نقفل على الفريق ويبقى يزداد تركيزه، وده اللي حصل الحمد لله وظهر اثاره في ماتشات المجموعه. ولكن بنقول احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه الثقيل ان شاء الله جاي، لان احنا جايين وهدفنا الحمد لله ان احنا نبقى موجودين في النهائي وان شاء الله نقدر نحقق البطوله. ده يعني امل كبير لينا ان شاء الله. يعني هي الخطوات كده الحمد لله سليمه جدا، بالتوفيق طبعا في الماتشات اللي جايه ونتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تبقوا معانا بقى ضيوف هنا في 10 الصبح بعد الفوز ان شاء الله. شكرا ليك كابتن حمدي جدا. شكرا. حاجه جميله جدا ان احنا تقريبا لو انا مش غلطان ما بتعديش حلقه غير لما بيكون على الاقل في جزء منها بنتكلم من خلاله انا ونهاوند عن انجاز جديد ما بيحققه فريق من الفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي. فالحقيقه شغل ممتاز ونتائج ممتازه تتماشى مع الدوافع اللي موجوده عند اللعيبه وتتماشى مع تقدير اللعيبه لعشم الجماهير في ان هم لما بيدخلوا بطوله ما يخرجوش غير بالدرع الخاص بيها او بالكاس بتاعها، فطبعا ربنا يديم العلاقه العظيمه دي على ما هي عليه.